أهلا وسهلا بكم. في هذا الفيديو سوف نتعلم طريقة صباغة المعادن بصباغ مضاد للصدأ، وهذا الفيديو سوف يعلمنا الصباغة الساخنة التي ممكن أن تطبق على حديد الأسلحة. سنقوم في البداية بتنظيف القطع من الصدأ بواسطة الجهاز اليدوي الكهربائي، بحيث يجب أن تكون القطع نظيفة جدا قبل البداية بعملية الطلاء، كما نرى القطع قبل التنظيف وبعد التنظيف. بعد تنظيف القطع يجب علينا تنظيفها أيضا بواسطة الأسيتون أو الألكول، وذلك لإزالة أدق الأوساخ أو حتى علامات الأصابع. طبعا لا تريدون أن تبقى علامة الأصابع أو أي أوساخ أخرى بعد طلاء القطع، ولذلك يجب تنظيفها جيدا. للبدء بعملية الصباغ سوف نستعمل زيتا نباتيا، قد يكون أي أنواع الزيوت النباتية أو حتى زيت السيارات. سوف نضع هذا الزيت في مستوعب مقاوم للحرارة، قد يكون زجاجيا كما نستعمل نحن. سوف نسخن القطع ثم نضعها في الزيت حتى تبرد. طبعا نستطيع استخدام أي مصدر للحرارة. أنا استخدمت فرن الغاز في المنزل، طبعا انتظرت اللحظة التي يكون فيها متسخا جدا حتى لا أتهم بتوسيخه. طبعا التنظيف بعد العمل مباشرة. نقوم بتسخين القطعة. هنا أنا أقوم بطلاء برغي. نقوم بتسخين القطعة بشكل متجانس حتى يتغير لونها قليلا، لا يجب أن تحمر، أن تسخن كثيرا جدا. نسخنها بشكل متجانس ثم نضعها في الزيت. عندما نضعها في الزيت، لأن الغلاف الخارجي ساخن جدا، فإن الزيت يحترق ويلتصق بهذا الغلاف الخارجي، مما يشكل طبقة حامية للمعدن. وقطعة أخرى أيضا، في الحقيقة هي أيضا برغي، نقوم بتسخينه من جميع الجوانب. يجب أن تكون الحرارة موزعة بطريقة متناسقة. نسخنها من جميع الجهات، ثم أيضا سوف نضعه في الزيت كما نرى. نضعه في الزيت، وهناك بعض الفقاعات تصدر لأن الزيت يسخن ويلتصق في المادة. وأيضا قطعة غير متجانسة، طبعا تسخين هذا النوع من القطع صعب قليلا، فيجب الصبر على هكذا قطعة. والآن حامي الزناد، وهي قطعة صعبة قليلا لأنها طويلة، فيجب تحميتها من جميع الجهات، وأن أمسكها بطرف معين فلنجرب. وأيضا هناك الزناد، وهي قطعة صعبة، أتوقع صعوبة طلائها. هناك بعض القطع أيضا، ولكن لم يبقى المجال الكثير في الزيت. والآن كما نرى هناك بعض القطع التي انتهت من الصباغ، وبعض القطع الأخرى التي ما زالت في الزيت، وبقي الزناد، وهي قطعة صعبة جدا، ولكن يجب تجربة ذلك. قسمنا صباغ الزناد إلى قسمين، القسم الأسفل وبعد أن انتهيت منه القسم الأعلى. والآن هذه هي القطع التي قمنا بطلائها.
بطلاء مضاد للصدأ بالطريقة الساخنة، بطريقة التسخين. كما ترون هذه الطبقة هي مضادة للأكسدة، تمنع الصدأ من التغلغل إلى سطح القطع المعدنية. كما ترون اللون الأزرق أو الأزرق المسود أو الأسود المزرق، ولذلك فهي تسمى بالإنجليزية بلوينج، يعني تزريق المعدن. وهذه الطريقة الساخنة بواسطة الزيت. طبعا ممكن استخدام أنواع أخرى من الزيوت، زيت السيارات مثلا، ممكن أن يقوم أحدهم بالمقارنة بين استخدام زيت السيارات أو زيت الزيتون أو زيت دوار الشمس أو أي زيت آخر. تستطيعون أن تروا أن بعض المناطق خصوصا في القطع السميكة لم يتم معالجتها بالنار جيدا، بالحرارة جيدا، مما أدى إلى ظهور طبقة بنية قليلا وليست زرقاء. فهذه المنطقة هي ليست محمية جيدا ضد الصدأ. يجب استعمال أدوات أخرى للتسخين كالمسخن اليدوي، الغازي اليدوي. أظن أن توزيع الحرارة بواسطة هذا المسخن سيكون أفضل طبعا من استخدام وسائل مطبخية. نترككم الآن مع بعض الصور للقطع التي تم صباغتها، وقريبا إن شاء الله سوف نحضر فيديو آخر لطريقة أخرى للصباغ، وهي طريقة مختلفة قليلا، الطريقة الباردة لصباغ المعادن.